كل سنة بقى زي دلوقتي بنتكلم عن الشغل الشاغل كده لكل الأسر المصرية اللي كان عندهم ناس في الثانوية العامة. يا ترى بعد نتيجة الثانوية العامة الكليات هتبقى إيه؟ يا ترى هنروح فين؟ وهكذا. ده هو الشغل الشاغل. الحقيقة إن بيبقى فيه كابوس بقى بعد دخول الكلية، وخاصة إن في ناس بتفضل تدور يا ترى بعد ما أخلص هروح فين؟ يا ترى هكمل دراستي فين؟ هفضل في مصر أكمل مثلا ماجستير ودكتوراه، ولا هيكون لي قدرة على إن يبقى عندي منحة للخارج؟ الطالب بيفضل يدور ويدور. لكن هل تعلم أيها الطالب قبل ما تدور كده وتتعب نفسك إن في نفس الوقت ده في منح دراسية بالكامل بتقدمها الجامعات الخاصة؟ طب ازاي؟ دي تفاصيل هتعرف عليها دلوقتي من دكتور محمد حلمي الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات الخاصه والاهليه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني كلمنا كده الاول، ايه تفاصيل المنح اللي بيتم تقديمها من خلال الجامعات الخاصه والاهليه؟ المنح دي حضرتك دي حق اصيل للجامعات. تمنح هذه المنح يا ما تمنحهاش. لكن دول دي وسيله الجامعه بتعملها لاجتذاب بعض الناس من ذوي المجاميع المرتفعة اللي ما قدموش أصلا في الجامعات الخاصة. أها. فإيه شروطها بقى؟ ملهاش شروط. حضرتك شروط إن الطالب أصلا ما يكونش تقدم في الجامعات الخاصة من أصله. ويكون الطالب ده خريج مدرسة حكومية. وما يكونش له ما دخلش مدرسة خاصة، وزي ما قلت لك قبل كده ما يكونش تقدم في التنسيق الإلكتروني لدخول الجامعات الخاصه، والجامعات لها نسبه احنا محددينها لها في حدود 5%. طب هو مين اللي بيدور على الثاني؟ يعني الطالب بيدور على الجامعه ولا الجامعه هي اللي بتدور على الطالب؟ الطالب اللي بيدور. طب طيب اما حضرتك هيوصل له الخبر ده ازاي، او المعلومه دي بتوصل له ازاي؟ هو بيتقدم حضرتك ويتخذ يا ما يتخذش. طب احنا عايزين نشجع الطلبه دلوقتي، هقول له تعالى يا تيجي يعني احنا عايزين نشجع الطالب دلوقتي. احنا عارفين ان في بعض الجامعات الحقيقه بتقدم منح، وفي بعض الجامعات بتبقى عندها القدره ان الطالب لما بيدخل فيها ممكن ان هو يسافر في سنه ثانيه او في سنه ثالثه للتعليم من الخارج، قدر يتكيف بره بيستمر، ما قدرش بيرجع تاني بنفس العام الدراسي. فالحقيقه دي يعني حاجه مهمه جدا، ان في بعض الطلاب الحقيقه بتبقى عينيها انها تسافر بره لكن ما بتقدرش تتكيف، فبيضيع عليهم فرصه. الفرصه دي مع الجامعات الخاصه والاهليه الحقيقه موجوده، فايه هي ازاي اقدمها للطالب؟ يعني برضو ممكن تكون دي ما يتمش تسويقها بطريقه صحيحه، الطالب ما بيعرفهاش، نعرفها للطالب ازاي؟ حضرتك الطالب اللي بيكمل دراسته بره ده مش موجود في اي جامعه من الجامعات الخاصه المصريه الا في جامعه واحده بس هي اللي فيها هذه الميزه النسبيه، ان الطالب يقدر يستطيع ان يقضي جزء من ساعاته المعتمده في كليه اخرى في بره مصر وبعد كده بيرجع مره اخرى. زي ما قلت حضرتك بالنسبه لموضوع المنح، المنح هي حق اصيل بالنسبه للطالب، بتمنح الجامعات هذه المنح في حدود 5%، هي اللي بتحدد الطلبه اللي بيخش هؤلاء المنح لهم. وبعد كده هي بتبعت لنا اوراق هؤلاء الناس للتاكد من ان هم مطابقين لك. طيب ايه تنسيق بقى الدخول للجامعات الخاصه والاهليه السنه دي؟ التنسيق هو تنسيق الكتروني موحد زي بالظبط التنسيق اللي بيتعمل في الجامعات الحكوميه بالظبط منذ اكثر من 7 سنوات، هو نفس النظام احنا بنطبقه على الجامعات الخاصه، بحيث ان يكون السيستم او النظام كله نظام آلي ما يتدخلش فيه ابدا اي فرد عليه. الدرجات ايه يا فندم طيب؟ نعم؟ الدرجات. درجات ايه يا فندم؟ الدرجات اللي هيدخلوا الطالب الجامعه ايه يعني؟ لسه ما اعلناش عنها حضرتك، وهنعلن عنها بعد اجتماع مجلس الجامعات الخاصه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات دكتور محمد حلمي الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات الخاصه والاهليه.